بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه
صدرك
أولئك الذين خسروا
أفلا تذكرون؟
ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إن إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به
أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
الذين
فلما رأى
صيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
وَإِنَّ
الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وليد